سمت وزارة الثقافة الفنان وسام الفراتي مبتكرا لفن الياريزم الذي يعد جديدا على ساحة الفن التشكيلي في العراق. يعتمد هذا الفن على الأسلاك النحاسية والألوان التي تستخرج من النباتات الطبيعية. لا يملك الفراتي مرسما، بل يجلس في حجرة المعيشة في بيته ويمارس هوايته التي توشك أن تصل إلى الاحتراف. حوله تتناثر لوحات رسمت بالأبيض والأسود والرمادي. وسام الفراتي 42 عاما، لم يتعلم الفن ولم يدرس، إنما اكتشف في نفسه فنانا بالفطرة. هذا الفن فن ما مطلوب عالميا، ما مطلوب لا بالغرب ولا عند العرب، فن جديد أنا ابتكرته. بصراحة ابتكرته من الحرمان اللي عشته أنا. دائما الحرمان هو يولد الإبداع أو يولد تنفرق الطاقة اللي بداخلك تنفرق وتولد. بصراحة يعني قلت أريد أسوي لي لوحة بدون ألوان زيتية، بدون ألوان مائية، بدون أدوات رسم أساسا. اللوحة بصراحة عملتها من أسلاك نحاس ومعجون، معجون الطلس، وألوان اللي صنعتها خمرتها من أوراق الأشجار، اللي طلع لي اللوحة معتقة. يعني اللوحة ما تكمل من إيدي، تشوفها يعني مشتغلها قبل حوالي 50 سنة 100 سنة. ألوان معتقة تكون صراحة. اللي دعمني وخلاني وشجعني على هذا الشيء هو الزميل محمد غازي الأسدي، اللي هو عامل يشتغل بمقهى يوميته 25,000 دينار. بصراحة هذا الشخص صديق الأخ الغالي كان يعطيني 15 إلي و10 إلي من يوميته في سبيل أسوي هذا المعرض. يعني بصراحة أنا ما عندي، فسويت لحد ما سويت 35 لوحة. بصراحة اللوحات كانت يعني جدا جميلات بالنسبة للجمهور، وشجعني الجمهور على أن أستمر بالعمل. المعرض الأول سويته بمنتدى بيتنا الثقافي بقاعة مغلقة، كان جمهور رائع. المعرض الثاني نقلته لشارع المتنبي على ضفاف نهر دجلة. بصراحة الجمهور طلب من عندي طلب، قال بأن نريدك كل جمعة أنت بالمتنبي. هاي صار لي سنة كل جمعة أنا بالمتنبي، بحيث أصبح المتنبي و يعني أحس بعرس أنتظر المتنبي. يعني 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 شو وقت يجي هذا اليوم، اليوم الجمعة، حتى ألتقي بالشباب الحلوين وألتقي بالناس وألتقي مع لوحاتي. تستغرق صناعة اللوحة قرابة 5 أيام. تبدأ مراحل صناعتها بتخطيط فكرة اللوحة على الخشب بوساطة قلم الرصاص، ومن ثم تطويع الأسلاك النحاسية ووضعها في شقوق التخطيط على وجه لوح الخشب، ثم إكساء اللوح بالمعجون ونثره بوساطة أصابعه. اللوحة يعني عبارة عن خشب MDF 8 ملم، معجون طلس اللي هو اللي استخدمه بالبناء، أسلاك نحاس اللي خل لا صح التعبير واير مال الكهرباء سحب من عدة. بصراحة السلك من الوايرات اللي تشمر مال السحب يشمروها من عدها، أسلخ الواير وأسحبه بحيث أخليه يصير على شكل عود وأستخدمه وأرسم. وبصراحة أريد أطور بعد أكثر، يعني أريد أعبر هاي المرحلة، وقاعد أبحث وإن شاء الله راح يطلع في شيء جديد وأحمد إن شاء الله. أسلوب غريب وجديد يتبعه وسام في رسم لوحاته، حيث يبدأ في رسم رموز اللوحة بأسلاك نحاسية مرنة وقابلة لتطويع نفسها مع المعجون اللاصق، وهو مزيج يصنعه وسام من مادة لاصق الأخشاب مع الطين الاصطناعي.
صقل اللوحة وتلميعها من طريق ورق التصفير لكي تبرز خطوط الأسلاك النحاسية الفضية اللون، ومن ثم إظهار ملامح الصورة من طريق إزالة الألوان بقطعة قماش خفيفة. يستعمل وسام طلاء من الأصباغ النباتية التي تصنع من ماء الملفوف الأحمر مع الزهور المعتقة التي غالبا ما يكون لونها قاتما، ويتحكم بدرجة اللون بوساطة الماء وقطعة قماش. يعيش الفراتي في بيت بسيط بمنطقة متواضعة ببغداد، لم ينهي دراسته الابتدائية وعانى من الفقر والحرمان الاجتماعي خلال حياته، رغم ذلك لم يترك حبه للفن ودفعه طموحه إلى خوض هذه التجربة الفريدة في الرسم.